أصفر. أصفر. نعم، وده إذا وضعناه في حمض آخر على حسب قيمة البي اش سيأخذ اللون الأزرق اللي هو اللون ديال القاعدة ديال المزدوجة ديال الأزرق بروموتيمول. إذا شنو الشرط باش يكون الكاشف الملون يعني يصلح لهذه المعايرة؟ نعم، يجب أن تدخل البي اش التكافؤ في داخل منطقة الانعطاف. وإلا اختارينا من تما أحمر الميثيل، نعم نجد أحمر الميثيل عنده منطقة الانعطاف 4.2 6.2 يعني 5.3 داخلة فيها، بينما الهيليونتين 3.1 4.4 لا تصلح، لأن التغيير اللي غيوقع عليها في اللون سيحدث قبل أن نصل لهنا، قبل أن نصل 5.3 في 4.4 تتغير. ثم الأخير نعم أزرق بروموتيمول كيبدا التغيير ديالو أو منطقة الانعطاف ديالو كتبدا من 6 وكتسالي ب 7.6 غنكونوا تجاوزنا التكافؤ ديالنا اللي عندنا في هذه الحالة هذه. مفهوم؟ شنو هي منطقة الانعطاف؟ بالنسبة لي كاشف ملون يعني إلا خدينا البي اش، إلا خدينا أحمر الميثيل يعني قبل 2.4 حيث عنده منطقة الانعطاف 4.2 6.2 قبل 4.2 سيأخذ اللون الخاص بالحمض ديال المزدوجة ديال هذا الكاشف الملون، بعد 6.2 سيأخذ اللون الخاص بالقاعدة، ولكن بيناتهم ها يعني قبل 4.2 سيهيمن الطابع الحمضي ديال أو الحمض هو اللي يهيمن، بعد 6.2 تهيمن القاعدة، وبيناتهم غيكونوا متقاربين ها تما فين تيكون يعني الخليط ديال اللونين ها تما كيبدا التغيير. والمنطقة اللي هي في النص ديال منطقة الانعطاف يعني عند المنتصف ديال منطقة الانعطاف تما كنسميو اللوينة الحساسة، الخليط بين اللونين ديال اللون الحمضي واللون القاعدي، عند هذه النقطة تيوقع في هذه اللوينة الحساسة هي فين تيحدث التغيير ديال التكافؤ. نيال إذا كتب التعليل أحمر الميثيل هو الذي يصلح لهذه المعايرة لأن منطقة انعطافه تضم بي اش التكافؤ، تضم بي اش او، أو كنكتبو بي اش او محصور بين هذوك القيمتين اللي عندها في منطقة الانعطاف ديالها. إذا ننتقل لتمرين آخر. إذا هنا لدينا تمرين يخص الخل التجاري، يعتبر الخل التجاري محلولا مائيا لحمض الايتانويك CH3COH، يتميز بدرجة حمضية اكس درجة كتكون مكتوبة عليه في القنينة اللي كيتباع فيها، كتكون مكتوبة عليه اكس درجة، والتي تمثل الكتلة اكس بالجرام لحمض الايتانويك الموجودة في 100 جرام من الخل. في المعطيات نجد الكتلة الحجمية للخل تساوي تقريبا 1 جرام بار مليليتر، قريبة من الكتلة الحجمية للماء. الكتلة المولية لحمض الإيتانويك 60 غرام مول موانزا، للتحقق من هاد القيمة اللي هي إكس درجة، للتحقق من درجة حمضية خل تجاري درجة حمضيته 7 درجة، بغينا نتحققوا من هاد 7 درجة واش فعلا الخل فيه 7 درجة كيف ما مكتوب عليه، وتركيزه المولي سي صفر، إذا درجة حمضيته 7 درجة، تركيزه المولي سي صفر، يعني تركيزه المولي من سي اش 3 سي او اش حمض الإيتانويك. سنأخذ منه حجما في صفر يساوي 1 مليلتر، نضيف إليه الماء المقطر لتحضير محلول مائي اس تركيزه سي اس، وحجمه في يساوي 100 مليلتر. بمعنى نحضر منه محلولا مخففا، لأن إذا قمنا بمعايرته كما هو وهو مركز سنحتاج لكمية كبيرة من المحلول المعاير، قد نتجاوز الحجم اللي عندنا في السحاحة. إذا نعاير حجما هذا المحلول المخفف اللي وجدناه أو حضرناه انطلاقا من المحلول الأصلي اللي هو الخل، نعاير حجما في أ تساوي 20 مليلتر من المحلول أس بواسطة محلول مائي أس بي لهيدروكسيد الصوديوم Na بلس أش أو موان، تركيزه 1.5 × 2 مول بار لتر، نحصل على التكافؤ عند إضافة 15.7 مليلتر من المحلول المعاير. والسؤال هو اكتب المعادلة المنمذجة لتفاعل المعايرة.
إذا لدينا هنا معايرة ماذا؟ حمد بقاعدة. حمد، نعم بقاعدة، دائما حمد بقاعدة، ولكن نحدد معايرة حمد يتفكك جزئيا اللي هو CH3COH، يتفكك جزئيا في الماء بواسطة القاعدة اللي هي تتفكك كليا اللي هي هيدروكسيد الصوديوم. نريد أن نكتب المعادلة، ومن المعادلة سنجد التركيز. يلا معد. كتبها لنا في الجدول تما باش نستغلوا هذاك الجدول. إذا نعاير CH3COH بالقاعدة HO-. ينتج عن CH3COO- زائد H2O ليكيد. إذا كما نلاحظ كنديروا سهم واحد لأن تفاعل المعايرة تفاعل كلي. إذا نبداو نملؤوا في الجدول. أشنو عندنا بالنسبة للتركيز والحجم؟ هذا المحلول اللي هو المحلول المخفف التركيز ديالو، نحصل على محلول تركيزه CS. CS معد CS في V، نعم. إذا حجمه اللي غادي ناخذه منه لمعايرته هو VA. إذا هو الحجم هو VA، نعم. هنا لا لا لا، هذيك القاعدة بوحدها ما يمكنش تكون عندها CS. المحلول المعاير تركيزه عطاوه الرمز CB. والحجم اللي غنحتاجه هو الحجم ديال التكافؤ، نعم. إذا CB VBE، نعم. إذا أضفنا هذا الحجم هذا لكي نحصل على التكافؤ. الحالة البدئية هي هذه، فوالا. ولكن غالبا كنسميو اكس ايكيليبر، اكس عفوا ديال التكافؤ، اكس او اكس ديال التكافؤ. اذا نريد ان نحسب التركيز اللي هو سي اس ديال المحلول المخفف، ها ماشي المحلول الاصلي، بنفس الطريقه اللي درنا قبيله، ياك نفس الطريقه باش بينا ان العلاقه التكافؤ لقيناها. قلنا عند التكافؤ المعاير والمعاير محدين معا، فاعطتنا سي كتب العلاقه ديال التكافؤ. اذا سي اس في ا موان اكس او موان، نكتبوا العلاقه مباشره. يلا حنا عرفنا دابا كيفاش نلقاو العلاقه ديال التكافؤ، نلقاوها مباشره، نكتبوها مباشره. سي اس في ا تساوي سي بي في بي او، نبحث عن سي اس، نعم. التطبيق العددي، يلا سي بي 1.15 اس ناقص 2، في بي او 15.7، والحجم هو 20. 10 ناقص 3، يمكننا ما نحولوش مادام عندنا الحجم في المقام وفي البسط، نديرهم بنفس الوحده. يلا هذيك 1.5 هي الفصيله، فوالا. شحال تعطينا؟ يلا يلا حسب. 1.17 فاش اس ناقص 2 مول باغ ليتر. فوالا مول ليتر موان. شكرا. اذا لقينا التركيز سي اس للمحلول المخفف. حدد درجة الحمضية للخل المدروس. يلا السؤال اللي موراه، حدد درجة الحمضية للخل. يعني هذيك القيمة اللي مكتوبة عليه اللي هي 7 درجة خصنا نتوصلوا ليها. لكي نتوصل إليها يجب أن نجد التركيز ديال هذا الخل، تركيزه فيما يخص CH3COH. علما أننا حنا عندما أنجزنا المعايرة أنجزناها بالنسبة للمحلول المخفف ماشي المحلول الأصلي اللي هو الخل. فهم؟ إذا من هذا التركيز اللي لقيناه ديال المحلول اللي هو مخفف، خاصنا نلقاو بعد التركيز ديال المحلول الأصلي. سهام؟ إذا عندما نقول تخفيف يعني هناك علاقة بين التراكيز والحجوم.
إذا نكتب نحسب أولا سي صفر تركيز الخل أو تركيز سي اش 3 سي او اش في الخل. نحسب أولا سي صفر. إذا سنطبق علاقة التخفيف لأن هذا المحلول اللي درنا ليه المعايرة حتى خففناه. علاقة التخفيف ماذا تقول؟ إذا بصفة عامة نكتبها بصفة عامة هي سي إنيسيال في في إنيسيال تتساوي سي فينال في في فينال. يعني التركيز والحجم البدئيين خاصهم يعطيونا نفس كمية المادة اللي في الحجم النهائي. هذه كتجي من كمية المادة لأننا عندما نخفف لا نغير كمية المادة، أضفنا الماء وكمية المادة ديال النوع الذي نحسب كمية مادته غتبقى هي نفسها. إذا كمية المادة الأصلية هي سي إنيسيال في إنيسيال، غادي نغيروا التركيز بإضافة الماء فيصبح التركيز سي فينال، علما أن إضافة الماء ستغير حتى الحجم. نطبقوها في الحالة اللي عندنا، كان التركيز هو سي صفر والحجم هو في صفر، الحجم اللي أصبح عندنا بعد التخفيف هو سي اس، والحجم الكلي المخفف هو في. إذا نحسب سي صفر. بعد ما نلقاو سي صفر عاد نحدو درجة الحمضية اللي هي خاصة بالكتلة. هذيك النسبة اللي عطاونا 7% خاصة بالكتلة، إذا خصنا نستعملوا الكتلة. خرجت لنا 1.17 مول باغ ليتر. نجي هنا شنو غنديروا دابا؟ لدينا ان كتساوي صفر سي زيرو في زيرو. نعم بلاتي مادام عندنا درجة الحمضية بالكتلة نعتمدوا على الكتلة ونعطيو رموز. ما عندناش رموز تما، يمكن لينا حنا نعطيو رمز اللي كندخلوا شي رمز خاصنا حنا نسميوه شنو هذا الرمز. كتبي هنا نرمز ب ام، نرمز ب ام بوتيت ام لكتلة، نرمز ب ام بوتيت ام لكتلة حجم كتبي حجم فوالا غنختارو حجم ونحسبو ليه الكتلة ديالو لكتلة حجم في من الخل. غناخدو واحد الحجم من الخل والكتلة ديالو هي ام صحيح هادي، وغادي نسميو الكتلة ديال حمض الإيطانويك المتواجد في هذا الحجم في من الخل. ونرمز كتبي هنا ونرمز ب ام فتحة مثلا، ونرمز ب ام فتحة لكتلة سي اش 3 سي او اش، سي اش 3 سي او اش الموجود في نفس الحجم. مادامنا بغينا النسبة المئوية خصنا ناخذوا نفس الحجم الموجود في نفس الحجم في هذا. كتبي من الأحسن في هذا الحجم باش نبينوا أنه باقي هو نفس الحجم في هذا الحجم في. أشني المعطيات اللي عطينا على هذا الخل في المعطيات؟ عطينا الكتلة الحجمية ديالو، نكتبوها الكتلة الحجمية ماذا تساوي؟ العلاقة اللي كتعطينا الكتلة الحجمية باستعمال هذا الحجم وهذا الكتلة، لا باستعمال هذيك الكثافة. ديري لنا الكتلة الحجمية، الكتلة الحجمية دائما هي الكتلة على الحجم. إذا ام على في، نخرجوا منها هذه الكتلة اللي سمينا هنا هذه، خرجي منها ام. مفهومة العلاقة؟ إذا هذا فيما يخص المحلول أو الخل. غندوزو لهاد الكتلة ديال حمض الإيطانويك. أشني المعلومة اللي عندنا على حمض الإيطانويك في الخل؟ الكتلة المولية، وحسبنا ليه شي حاجة أخرى؟ سي زيرو. إذا الخل رحنا عارفين التركيز ديال حمض الإيطانويك فيه. كتبي هنا العلاقة اللي كتعطينا سي زيرو باش كنحسبوا التركيز ان على في بان على في، وان هي ام على ام. نعم اللي هي ام فتحة، هنا عندنا سميناها ام فتحة. إذا كمية المادة هي ام فتحة على غون تام اللي هي الكتلة المولية، وغنقسمو على الحجم باش تولي تركيز. نخرجو منها ام فتحة، نقسمو ام على ام ذا. علاش نقسمو؟ باش نخرجو النسبة. نعم مادام عندنا حنا درجة الحمضية بحال النسبة المئوية، قالوا لنا إلا كانت إكس درجة تعني إكس غرام في كل 100 غرام، حنا عندنا 7 درجة خاصنا نلقاو 7 غرام في كل 100 غرام، إذا نديروا النسبة بيناتهم. النسبة بيناتهم نديروا أم على
او ام فتحه على ام، ديري ام فتحه على ام من الاحسن. يلا ونعاودوا بالعلاقات. اذا بقى لينا التطبيق العددي، غنختزلوا في ها، واخا ما اعتبرناش القيمه ديالو في الاول يكفي اننا ناخذوا نفس الحجم وسنختزل. رد البال الوحدات هنا، رد البال الوحدات. اذا سي زيرو راه حسبناها 1.17. والحج الكتله الموليه هي 60. هنا هنا فين كاين الخطا؟ هنا بغرام باغ مليمتر. اكتبيها تما، مسحي هذاك الجدول، مسحي مسحي الجدول، مسحي هذاك الشيء. هنا فين غيكون الخطا؟ مسحيها بعدا باش ما تبقاش هنا خاطئه. مسحي هذه 10.3 سهام، وكتبي لنا المعطيه كيف ما هي ديال غو، عاد نديرو التحويل. يلا كتبي غو تساوي، كتبي القيمه ديالها والوحده ديالها، 1 غرام باغ مليليتر. شو شنو عندنا هنا؟ هذه ب المول باغ ليتر، اذا هذيك راه خصنا نرجعوها في الليتر، مول باغ ليتر. هذه الكتله الموليه غرام باغ مول، اذا غنختزلوا المول مع المول. وهذه فيها الغرام خاصو يمشي مع الغرام اللي هنا، اذا اللي بقى لنا هو هذا كان بالمول باغ ليتر وهذا المليليتر. ها فوالا، اذا كل مليليتر كتلته هي 1 غرام، والليتر هو 1000 مليليتر، اذا كتلته هي 1000 غرام يعني 10.3. يا الحساب دير التطبيق 0.07 نقدروا نكتبوها 7 × 10 أس، حيدي هذا 7 × 10 أس شحال؟ ناقص 2 اللي هي 7 على 100. فوالا شكرا. إذا ما دمنا لقينا هنا 7 × 10 أس ناقص 2، هذه اللي لقينا هنا اللي هي 7 على 100 كتعني 7%، بمعنى نقدروا نكتبوها هنا ام فتحة تساوي 7 × 10 أس ناقص 2 ام، بمعنى ام فتحة تمثل 7 × 10 أس ناقص 2 في الكتلة ديال ام. إذا كانت ام هي 100، 100 غرام غنضربوها في 7 × 10 أس ناقص 2 وتولي 7، بالتالي ام فتحة تساوي إذا نقدروا نكتبوا يعني 100 غرام من الخل فيها 7 غرام من CH3COOH مما يفسر النسبة اللي هي 7 درجة. يلا ننتقل لتمرين اخر. نعم كان بامكاننا كاع ما نديرو هذيك سيد، عندنا نعم ان كتساوي سيزارو في زيرو ونخرجوا من هنايا ام، وحنا عارفين ان ام هي كتله حامض الايثانويك الموجوده في 100 غرام من الخل، كتله الموليه ام ام. نعم. صغيره نعم.